فانت ممكن تكفر في اي لحظه. قال لك يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. في ناس الموضوع ده ما مقيم منه عادي. 80 سنه انت مؤمن عدرت يا المكاشفه الحقنا كفرت طوالي عبرت يا معلم. مش حمدوك قال لك سنعبر ساق للهاويه الوسخ داك؟ انت برضه بتعبر يا المكاشفه عبرت من الاسلام انتهيت. يا الكباشي كفرت. يا الطيب الجد كفرت انتهيت. يا البرع يا الحقنا كفرت بالله ما عندك شيء. اوعى تصلي فتوتي لك ما تصلي. مش بتنادي شيوخ؟ اوعى تضيع زمنك جاي ده ضيع زمن بالنسبه لك لانه ما فيه فائده لك. مقايم من الصبح بدري وايام البرد ترجف كلك نستحمى تصل ما عندك غسل ارقد ساعه يا اخوي نوم نوم اشخر هو بارد تغتى تغتى بالبطانيه ممكن اديك واحد هديه انا ذاته من باب التاليف لكن كلام زايد. يا رمضان ثبتوه ولا ما ثبتوه؟ وانت ثابت عشان يثبتوا لك؟ انت ما مع المسلمين ذاته؟ مش بتنادي شيوخ هاي؟ والله ما عندك علاقه بالاسلام. الدليل قل انا ادعو من دون الله. الشيوخ دون الله ولا ما دون الله سبحانه وتعالى؟ دون هاي. قل انا ادعو من دون الله. قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا. عديل دي رده. ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله. دي رده. فنادي غير الله سبحانه وتعالى. يجي يتونس مع الناس من الصباح. السنه دي شكل الضحيه غاليه. هوي ما الضحيه. شوف لك اللي بضحوا ولا ابقى زي الصينيين. انت اخوي ما معانا. والله تعرف حق المره دي نشوف لنا خرفان من تنبول. تنبول بتاع شنو؟ انت كذا خش الاسلام خلي تنبول. انت ما معاون ما مع المسلمين. طب ما تضيع زمنك. انت عقيدتك ما في الله. انت عقيدتك في الفكية. ما بتخجل ولا شيخك بخجل. اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون. دي لها الاجرام. واحد يقول لك برد ليون. برد برد. كيف يعني برد ليون؟ وديل ما شالوا حق زول ساوي زول لو شالوا حقه بيدور بنية وشلوت. هسه مش اقبض لك شاب زاي من الشارع اقول له جيب موبايلك شيله منه شوف ما قطع فيك بنيه لا نفسك اتقتل ولك حقي تشيله انت حقي تشيله انت حقار انا ما بخلي لك حقي والله اموت فيه حقي والله اموت فيه كذب اصبر اقول اموت فيه والله اخش لك جوا عينك اشيل حقي. طيب انت الخلق الكون ما عنده حق؟ الخلق الكون ده ما عنده حق؟ ما قال لك في الحديث في البخاري ومسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وانت دار تشرك به دار تشيل حقه انت ما عندك عقل